بسم الله الرحمن الرحيم، معكم علا العالمي. يتجدد اللقاء مع ورشة جديدة من ورشة فون. النهاردة موضوع ورشتنا متخصص شوية، متخصص لكل من يهتم باللغة الإنجليزية سواء دراسة أو ممارسة. موضوع ورشتنا النهاردة عن موقع جميل جدا هيساعدنا في تحسين مستوانا، سواء كنا طلبة صغيرين أو كبار شوية أو يعني ناس كبار عاوزين يحسنوا مستواهم في اللغة الإنجليزية. موقعنا اسمه Games to Learn English. أفضل طريقة لتعلم اللغة وإجادتها هو ربطها بالصور. ده مش كلامي، كلام المتخصصين في تعلم اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى. موقعنا Games to Learn English يوفر ألعاب وأنشطة تدربنا على اللغة الإنجليزية ومفرداتها. الموقع فيه أكتر من 25 طريقة ممتعة ومفيدة هتساعدنا على تحسين مستوانا في اللغة الإنجليزية. يلا بينا نستعرض الموقع. ندخل على أي براوزر موجود عندنا سواء على اللابتوب أو على الموبايل، ونكتب في الأدرس بار www.games2learnenglish.com. نضغط تتفتح لنا واجهة الموقع، موقع تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة وشيقة جدا سواء للدارسين أو لمحبي اللغة الإنجليزية رفع مستواهم فيها. زي ما حضراتكم شايفين بداية الموقع كاتب اسمه Games to Learn English وكاتب بعض التبويبات الخاصة بالموقع، لكن دول يعني كاتب خمسة فقط. لكن لو حضرتك يعني تصفحت الموقع كده شفته معايا، في الموقع فيه حوالي أكتر من 25 أو 28، حوالي 28 تبويب أو يعني 28 طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية في هيئة تبويبات كده زي ما حضراتكم شايفين. لو احنا بدأنا بأول حاجة فاست فوكاب اللي هي لعبة المفردات السريعة أو طريقة المفردات السريعة بطريقة سحب الصور على الكلمة على كلمة المناسبة. لو ضغطت عليها كده شوفوا حضراتكم، عملت ستارت. كل دي عبارة عن يعني select content، يعني بيقول لي اختار المحتوى اللي انت عاوزاه، ولو ضغطت على كل محتوى بيديني الوصف الخاص بيه. شوفوا حضراتكم كده، لو انا مثلا ضغطت على كلوز على ملابس تتفتح لي الصفحة بالشكل ده كده، واسحب الصورة على اسمها على اسمها، يعني مثلا هنا ايرفون. شوفوا حضراتكم لو انا سحبته كده ويبدأ ينطق، يعني سامعين بيديني كمان النطق. دي اللي هي بطريقة لعبة المفردات السريعة او تعلم اللغة الانجليزية بطريقة المفردات السريعة، ان هو يجيب الصورة ويبدأ تسحب الصورة حسب الكلمة المناسبة ليها، والموقع يديك النطق الصحيح بتاعها. شايفين حضراتكم كده، وطبعا البروجريس هنا التقدم بيديني ان انا لحد الان وصلت لتلاتة، من 3 إلى 80. شوفوا حضراتكم طبعا هنا. طب افرض ان انا لو حبيت ان انا اختار مكان اسحب الصورة على مكان غلط، شوفوا حضراتكم بيعمل لي خطأ على طول. تمام، يبقى كده ويبدأ ينطق النطق الصحيح كده، بيديني 6 من 80، يعني بيبدأ يديني تقدم بتاعي. انا عندي 80 صورة، 80 مفردة اقدر اتعلمها من هذا التبويب، من هذا التبويب في تعلم اللغة الانجليزية من خلال هذا الموقع. تمام حضراتكم، يعني مثلا انا عملت ايه اهو كده، earring umbrella، وبيديني النطق الصحيح بتاع.
طيب Brace. وبعد كده بدخل في مستوى تاني بيديني صورة واحدة فقط، مش أكتر من صورة زي المستوى الأولاني، صورة واحدة فقط، وبيقول لي الصورة دي إيه، هل هي إيرفون ولا باج ولا بنتس. طبعا هي إيه؟ إيرفون. تمام، ويبدأ يديني Earphones. الصوت الصحيح بتاعها. طيب تعال نشوف حاجة تانية، دي طريقة الفاست فوكاب أو لعبة المفردات السريعة أو المفردات السريعة. طب الفود، من خلال الفود بستمع وانقر على الصورة المناسبة للسماع بتاعها. ازاي؟ لو انا وعندي اكتر من طريقة، ايزي وميديوم وهارد فيو للمشاهدة، اشوف بقى اللي هو سناكس، ابدأ اقول بلاي، بيديني الصورة وبيديني الكلمات، فاسحب استمع وانقر على الصورة المناسبة للطعام. يعني مثلا عندي برجر، ماشي، برجر دي هل مناسبة ليه اه ولا صم؟ لو انا ضغطت على اه كده هيقول لي اه ويبدأ ينطقها لي. طب ريس، هل هي مناسبة للآه؟ شوفوا بيقول لي غلط، فالموقع بيصحح لي ويديني النطق الصحيح. طب ريد، هل ينفع مع صم؟ اه. طب ايس كريم، هل ينفع مع صم؟ لا، بيقول لي غلط، يبقى صم مع ايه؟ ايس كريم مع اه. كاندي، an ice cream. ابدا اقول يا ربي هو صم ولا ايه؟ صم، شايفين حضراتكم، some ويبدا candy. يديني النطق الصحيح اثناء ما بشتغل. مثلا ووتر، دي ووتر مثلا، احطها مع صم ولا ايه؟ يبقى اللي خطا، لا، صم ووتر. تمام، يبقى some كده دي water. طريقه او تبويب الفود على الموقع لتعلم اللغه الانجليزيه. طب عندي فاست فراز، فاست فراز اللي هي الخاصة ب اللي هو صف الصور بجمل، اوصف الصور بجمل، يعني يديني صورة وابدأ اوصفها بجملة. شوفوا حضراتكم برضو، دي كل دي محتويات، اللي اختار المحتوى اللي انت عاوزاه تشتغلي عليه او تتعلميه. مثلا لو انا اخترت مثلا نختار ايه، ويرنج الملابس، دي الصورة، ابدأ اختار لها الجملة المناسبة ليها، هي واحدة، يبقى مناسب ليها شي ولا هي ولا ذي؟ طبعا شي. طيب is wearing ولا are wearing، هي مفرد ولا جمع؟ is wearing. تمام، is wearing a pink، اللون بقى، هي لابسة pink تشيرت ولا بلو ولا an orange ولا black ولا white؟ طبعا a pink. pink ايه بقى، شيرت ولا pink. شورتس ولا شوز؟ طبعا شيرت. من حضراتكم sure. بالطريقة دي بتعلم كمان اللغة الإنجليزية على هذا الموقع الرائع، بطريقة الجمل، من طريقة عن طريق صورة، وأبدأ أنا أوصفها. ويزر أو الطقس، الطقس هنا من خلاله أنا بتعلم فيه على هذا الموقع إن أنا برضو أستمع وأبدأ أحرك الصورة المناسبة له. لو أنا شفت كده، شايفين حضراتكم كده، اقول له ستارت، دي الصور ودي المفردات بتاعته، ويبدا طبعا هيديني النطق بتاعها الصحيح. شايفين حضراتكم سوني، انا مش موافق، الويند دي ما ينفعش تبقى مع السحاب، ما الويند تبقى هنا. يبدا ينطق النطق الصحيح، يبدا يفتح Cloudy. الصوره الثانيه. طبعا هنا في تايم، في تايم عندي شغال. طيب نرجع تاني ونشوف حاجة تانية، عندي برضو تبويب جميل قوي، سبيلينج بي او التهجئة، انظر للصورة وبعدين ابدأ يعني استهجها، يعني او برضو عن طريق ايزي وهارد، حضراتكم لكم الحرية انكم تطلعوا عليها بقى وشوفوها. لو انا قلت ميوزك بيبدأ يديني الصورة وانا ابدأ استهجها بقى او اتهجها، اقول له بيانو بي، لو انا اتاخرت شويه هيبدا يتناقص، بيانو الاي ها ايه، طيب ان بيان او تمام. هنا الجيم خلص قبل انت ما تكتبي الكلمه، ويبدا يديني السكور بتاعي. طبعا طريقه جميله جدا ومحفزه ان الواحد
يبدأ يستمتع وهو بيتعلم اللغة الإنجليزية. عندي كمان تبويب جوبز جيم، برضو جوبز جيم دي جميلة قوي، ان انا بخمن الوظيفة واللي هي يعني تخمين الوظيفة من خلال الصور اللي بيديها لي، وبرضو ليها مستويات ايزي وميديوم وهارد. لو انا مثلا اخترت ميديوم بيديني صور وبيديني الوظائف، هل كل واحدة مناسبة ليها ولا لا، تمام، وبيبدأ ينطقها لي. طيب هل كده صح؟ شايفين حضرتك An ويبدأ accountant. ينطقها، تمام. طيب A هل كده؟ soldier. طيب اكلام، يبدأ ينطقها A النطق clown. الصحيح بتاعها. طيب عندي هنا كمان كمبيوتر تكنيكال، انا ايه هبدأ ان انا احطها في مكان تاني. شايفين حضرتك؟ قال لي خطأ، مرضاش يتكلم. طب حطها كده برضو، شايفين، ويبدأ A computer ينطق technician. النطق الصحيح الخاص بها، تمام. A truck طيب driver. وبرضو يبدأ يديني جمل، والحاجات دي كلها حضراتكم بقى تشوفوها بنفسكم وتستمتعوا معانا بالموقع. الفول كلاود انت بتستخدم فيه برضو، بحرك الغيوم او السحب عشان اعمل جمل. تعالوا كده نشوف بلاي، اختار برضو واحد من المحتويات دي، كان او كان نوت، اقول ايه الجملة، ابدأ اشكل الجملة دي واحدة. تبقى شي، شوف حضراتكم يبدأ She can ينطق play the الجملة. violin. طب ده نقول ايه، كاتس كده، نحطها في الاول. بلاي كده، شوفوا انا كده رتبت الجملة غلط فما نطقهاش. طيب برضو ما نطقش، شوفوا يبدأ ينطق Cats الجملة can't بشكل play the صحيح. guitar. جميل قوي. طبعا تعلم اللغة الإنجليزية بأكتر من طريقة وبأكتر من مستوى. عندي فوكاب جيم، تعالوا نشوف ايه فوكاب جيم، اللي هي كشف الصور والنقر على كلمات. هنستارت برضو، اختار واحد من المحتويات دي، مثلا لو قلت بليسز اماكن، ابدأ بقى اشوف واعمل عملية تصحيح للصور. هنا مثلا ستيرز، اهي مثلا كده صح، يبدأ ينطق، Stairs. تمام. طيب هنا عندي ريستوران، المطعم، طيب هل كده صحيح؟ شايفين؟ طيب Restaurant. يبقى اصبح ان انا كده ايه، برضو بتعلم اللغة الانجليزية بطريقة مختلفة. طيب عندي كمان الموقع بيتاح لي ان يعلمني كمان الجرامر او الافعال، بيرفكت تنس، او لو ضغطت عليه كده برضو بيديني ان انا اتعلم الجرامر برضو. وهنا اقول له بلاي دو جو ايت، ايه المناسب للافعال، الفعل ده لو تكوين الجمل في الزمن التام. طبعا دو هتبقى دن، شايفين Do, حضراتكم، ويبدأ ينطق done, النطق الصحيح ليها، eat, تمام. eaten, go, gone, ميك، طب افرض انا عايز make, اعمل حاجة made, انا اختار take, طبيب غلط، شوفوا ما بيرضاش خالص، تمام كده، take, see, بيبدأ ينطق seen, النطق الصحيح. take, طبعا taken. رائع، موقع رائع، كمان مش بينسى كمان الجرامر، لا كمان بيقدمه لينا. عندي بيك ديسكرايبر، اللي هو وصف، ايه حكاية بيك ديسكرايبر ده او الوصف، بعمل بيه ايه، بقرا الوصف وانقر وابدا انقر على الصورة المناسبة ليه. ازاي؟ نقول ستارت كده ونشوف، برضو اختار واحد منهم، مثلا لو قلت انيمال هنا، وبيبدا يديني وصف، الوصف ده مناسب لمين، لاي حيوان موجود في الصورة، لارج بيرد لو طائر كبير، ذات كان فلاي كويكلي اند ايت اذر بيردز، اللي هو يعني طائر كبير بيقدر ان هو يطير وياكل الطيور الصغيره، طبعا هيبقى ايه، الصقر، Eagle. تمام. ويبدا ينطق النطق بتاعه، it is like a small gray horse، يا ترى مين، ها
يا ترى لو انا اخترت الكونجارو ده؟ يقول لي لا مش صح خالص. طيب ده شوفه مش راضي ينطق بتاع. طب لو انا اخترت ده؟ قال لي لا برضو. طيب ها ها دونكي. تمام جونكي. طيب يبقى اصبح ان انا عندي كمان طريقة تانية ممتعة وجميلة لتعلم اللغة الانجليزية من خلال هذا الموقع. عندي كمان كومبير المقارنة، اللي بوصف من خلال الكومبير او المقارنة بيجيب لي صورتين في هيئة مقارنة بينهم كده. البلاي هنا الفأرة والماوس مع الفيل الفنت، وابدأ اكون بي او المين اكبر من مي او البيج مثلا. An An elephant elephant is is more big ولا bigger ولا big؟ ويبدأ bigger ينطق النطق than a بتاعه. mouse. تمام وهكذا يجيب له صورتين اعمل منهم مقارنة. حضراتكم بقى تتصفحوه بشكل اوسع واكبر، بس عشان الوقت عندي كمان فاست انجليش. ايه بقى فاست انجليش دي؟ برضو استمع للكلمات وانقل على الصورة المناسبة. عندي طريقة الفاست او سلو. مثلا لو اخترت جوبس الوظائف هنا florist مثلا هنا مثلا dentist dentist طبيب اسنان بلامر plumber ماشي بلتر بنا builder فين البنا هنا. تمام دي طريقة كمان لتعلم اللغة الانجليزية. هنا برضو الارقام، ازاي ان انا اتعلم الارقام الموجودة عندي؟ استمع للرقم واختار والبلاي 13 اقف عليها اهو كده. طيب 60. طب افرض انا عايز اختار يعني كلمة غلط، شايفين جيم اوفر، عايز يعتمد على السرعة شوية. تمام طيب عندي كمان البابلز اللي هي الفقاعات. ايه حكاية الفقاعات دي؟ ان انا برضو بنقر على الفقاعة عشان اشوف الكلمة اللي موجودة تحتها، يعني بيديني اكتر من تبويب واكتر من شكل، بحيث ان انا استمتع وانا بتعلم اللغة الانجليزية. بيديني كده الكلمة، بيديني صورة وانا ابدأ اتكلم، فبيديها لي بالشكل ده كده. تعالوا كده نشوف هينطقها ازاي. She feels happy because she has شايفين حضراتكم بطريقة فقاعات كده وبيديني صورة أكونها. طب افرض إن أنا معرفتش أكونها، أقول له طب هنتس كده اديني. طيب وأبدأ أنا إيه أستمع He معاه الكلمة وأشوف feels الكتابة. embarrassed because رائع رائع، يعني كل تبويب وكل طريقة مختلفة عن التانية، بحيث ان هو يتتمتع وتستمتع وانت بتتعلم اللغة الانجليزية. عندي هنا التايم كمان برضو تعليم الوقت في اللغة الانجليزية. والستارت هنا 3 اوكلوك، فأنه صورة يا ترى هنا؟ تمام It's quarter to It's quarter to eat. طيب هنا أنا عايزة نعمل حاجة غلط كده. It's quarter past It's quarter past 11. طيب احنا عايزين نعمل حاجة غلط كده. قال لي شوفها غلط ازاي. والجيم بقى ايه نزل. او الجيم انتهى. تمام طيب. عندي كمان طريقة جميلة جدا الكونسنتريشن، اللي هي اللي خاصة بالمطابقة او المزاوجة تقريبا. وقلت ستارت مثلا لو اخترت كمبيوتر وقول لي بقى ابدأ اختار بينهم مثلا ماشي monitor printer mouse plug calculator light bulb mouse camera satellite headset keyboard أبدأ. printer phone calculator light bulb switch camera headset mouse plug تمام. keyboard switch وهكذا. طيب عندي كمان براس ميكينج او تكوين جمل. لو انا شفت كده دي تكوين الجمل برضو رائع وجميل. لو انا مثلا اخترت حاجات لايكس كده بيديني الجملة. ده شكل واحد
يعني ايه عامل علامة الاعجاب ووراه واحد بيضرب درامز او تقريبا هيكون هو تمام. طيب يا ترى هستخدم له هي، هبدأ بالاول هي being اللي شوفي لا مرضاش يعمل هي لايكس اهو لايكس playing playing ذا ولا ذي ذا تمام the drums drums يبقى كده ايه بكون جمل من خلال وصف للصورة الموجودة قصادي. طيب تعالى نشوف conditional او الشرط او الستارت هنا بيديني كده وبيديني برضه صورة وابدأ ان انا ايه اكون الجملة الشرطية. if the sun is bright لو كانت الشمس متوهجة او طالعة او زي ما احنا شايفين في الصورة شمس بضيئة جدا هعمل ايه يا ترى؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ طبعا هلبس sunglasses. طيب هكتب ايه؟ then ولا make ولا then ولا fly ولا where؟ طب where؟ آه طب where؟ اختار الاولي اول حاجة ايه؟ يا ترى؟ ها؟ آه دي قال لي لا غلط. then برضو غلط. تمام يعني انت كده غلطتي خالص تمام يبقى ابدا اكون الجمل من خلال وصفي للصوره تمام. طيب عندي كمان هانج مان بطريقه جميله برضو تعلم اللغه الانجليزيه على هذا الموقع الجميل واقول له ستارت. حكايه الهانج مان دي ايه بقى يا ترى بيعمل فيها ايه؟ هنا في الهانج مان عندي بيعمل تخمين للحروف الموجوده عندي. لو انا اخترت مثلا إيه نختار سبورتس نختار وظائف ماشي. طيب هنا بيديني الحروف بتاعت الهانج مان واختار الوظيفة بتاعتي ماشي. وتبدأ هنا مثلا وابدأ اعمل تمام كده. طيب انا عندي كمان البراز فرازل فيربس. ايه فرازل فيربس دي؟ اللي هي التدريب على تكوين الجمل الفعلية. فرازل فيربس او التدرب على الجمل الفعلية. هنا هنا ايه ستريت هتبقى مختارة ايه سيت اب ولا سلين سيت اب ولا سليب ان ولا ولا فول بهايند. هنقول ايه sit up تمام sit up slow run شوفوا غلط ازاي يبقى دي. طيب fall behind عندي ايه تكوين الجمل الفعلي يعني كمان الموقع مش بيغفل الجمل تكوين الجمل والافعال لا كمان بيجيبها معانا. عندي كمان حروف الجر بيعرفنا ايه حروف الجر start ولا slow ولا ونعمل بريفيو او سيلكت نقول كان اختار كلاس روم ماشي اختار كلاس روم مثلا put the eraser next to the window next to the window حط المساحة دي خلف الويندو حطتها هنا تمام put the bag under the window under the window حط الشنطة تحت الشوبر. Put the globe on the desk on the left. Put the globe on the desk on the left. يعني بيعلمني حروف الجر من خلال الصور. تمام؟ كده. Put the TV in the top left. بيعمل طرق يعني ما فيش تبويب شبه التبويب التاني. كل تبويب له طريقة مختلفة جدا. وليه طريقة شيقة بأسلوب وعرض مختلف. لو انا اخترت مثلا انيمال مصري هنا برضو بيديني شكل حيوانات وابدأ ان انا اختار منها المناسب ليها تمام. Can طيب it اللي هي كانت fly no ماشي. It can't من هو ايه what is to have اهو مثلا وابدأ does ماشي يبقى دي طريقة تانية
عندي questions اللي هي طريقة تكوين تكوين السؤال. عامل لي طريقتين، طريقة easy أو سهلة أو طريقة hard. مثلا إذا from، أنا أختار إيه قبلها، what ولا which ولا when ولا where ولا who. What is from؟ ده قال شوف لون أحمر مرضاش يتكلم حتى. هو برضو مرضاش. which برضو مرضاش يتكلم. when شوفوا يبدأ ينطق النطق في حالة لو أنا كونت الجملة صح أو السؤال صح. where is from؟ ماشي أريد هات ولا فرانس ولا شيف فرانس. تمام فرانس. are you like Indian food؟ انت بتحب الاكل الهندي. are هستخدم are ولا does ولا can ولا ايه. شوفوا مرضاش انه ينطق. ماشي برضو مرضاش. شوفوا do you like Indian ينطق food؟ فقط في حالة تكوين للجملة صح او تكوين السؤال صح. في الاخر خالص اخر تبويبين عندنا في الموقع speak easy، ان انا اتكلم بقى ابدا انطق النطق من خلال هنا. يعني كمان عايز يسمع صوتي وابدا ان انا اقول start وايه واسمح للتسجيل عندي ان يسجل. ماشي واقول له recorder. طبعا هنا عشان بس ايه مش سامحه للتسجيل عشان انا بسجل دلوقتي معاكم، مش هيتفتح التسجيل لاني انا بسجل دلوقتي. ماشي وابدا ان انا اقول له ستارت وابدا this page only works with google chrome browser، في مستعرض جوجل كروم براوزر. يعني لو في الصفحه دي مش هتتفتح الا انت اذا كنت فاتح براوزر جوجل كروم. يعني لو في الفايرفوكس او اوبرا، فايرفوكس او اوبرا مش هتتفتح الصفحه دي. لو انت فاتح في جوجل كروم هتتفتح الصفحه دي. تمام يبقى ننتبه ان احنا نفتح الصفحه دي مع جوجل كروم. طيب عندي برضو ان انا هنا بكون إن بيسمع صوتي في تكوين كلمات، هنا برضو بيسمع صوتي او ان انا اقدر اتكلم من خلال جمل. يعني بيسمح لي بتكوين جمل انطقها ويصححها لي. برضو الصفحة دي ما تتفتحش الا في براوزر جوجل كروم. خلينا ننتبه ان احنا نفتح الصفحة دي دايما في على جوجل كروم، مش على مستعرض براوزر الموجود عندي على الكمبيوتر او على اللابتوب. المستعرض بتاعي اللي هو البراوزر اللي انا بدخل منه على النت على اي موقع اسمه براوزر او المستعرض. الصفحة دي مش هتتفتح الا على جوجل كروم اللي هي الخاصة بالتحدث. هنا واقول له استارت. ماشي ويبدا يكون لي الجمله. تمام او يبدا يديني الجمله وانا ابدا اكتبها. سوري ابدا انطقها. يديني الجمله وابدا انطق. شايفين حضراتكم صوت المايك اهو شغال. ماشي طيب كده استعراض بسيط والقاء ضوء على موقع مهم جدا وجميل خاص بتحدث وتعلم اللغة الإنجليزية بطريقة شيقة وممتعة. بس قبل ما يعني أنهي ورشتي النهاردة عايزة مثلا أقول لحضراتكم لو أنا حبيت مثلا أشارك أصحابي أو طلابي الموقع، هل ممكن أن أنا أشاركهم الموقع ده كله ولا أبعت لهم حاجة حاجة؟ يعني مثلا لو طالب صغير أو زميلي عايز أتعلم معاه وأشاركه معايا تعلم اللغة الإنجليزية أو تحسين مستوايا فيها، بدل ما أبعت له الموقع كله أحدد هدفي كده وأقول له إيه إحنا هنبدأ مع بعض واحدة واحدة. مثلا اخترت تبويب زي الفاست فوكاب المفردات السريعة، وبدل ما يدخل على الموقع ويجيب، لا أنا ممكن أبعت له رابط فاست فوكاب فقط ويدخل من عليه. تمام أجيبه منين؟ بيتيح لي الرابط الموقع الرابط الخاص بكل تبويب. كل تبويب خاص، كل تبويب له الرابط بتاعه موجود تحت هنا. اقدر اعمل عملية نسخ كوبي وابعتها بقى على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. اول ما يدخل بدل ما يدخل على الموقع بالكامل يدخل على ايه؟ يدخل على بس الخاص بالتبويب اللي انا بعته الفاست فوكاب. تمام طيب مثلا لو انا عايزة
اتعلم مع مثلا زمايلي او طلاب اصحابي مثلا الوزر الطقس، بدل ما ادخلهم على الموقع بالكامل، لا انا ممكن ابعت لهم رابط الوزر فقط. شايفين حضراتكم لو تلاحظوا ان هو ايه كاتب اسم الموقع www.games2learnenglish.com، في الاخر ايه كاتب وذر اللي هو الخاص بالطقس يعني، وتقدر تبعته هنا تعمل نسخ تبعته على تويتر او تبعته على الفيسبوك، او تاخد الرابط وتعمل عمليه كوبي نسخ وتبعته على الماسنجر عندك او على الواتساب او على اي وسيله تواصل اجتماعي عند حضرتك. تمام، يبقى ده الموقع بتاعنا، واستعراض خاص يعني تسليط الضوء بشكل سريع عنه كده، يعني اعتقد ان هو جميل ومفيد جدا في تعلم اللغة الانجليزية للطلبة الصغيرين في المدارس، او تحسين اللغة الانجليزية لمحبي اللغة الانجليزية بشكل ممتع وشيق. اتمنى ان حضراتكم تدخلوا وتستكشفوه، والاستمتاع بتعلم اللغة الإنجليزية بشكل شيق وممتع في نفس الوقت. أتمنى لحضراتكم كل الخير، وألقاكم في ورشة جديدة مع ورشة فون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.